بهدف تبادل الخبرات العربية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي ودراسة بعض قضايا التعليم العالي ومشكلاته ووضع الحلول المناسبة لها. افتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي فعاليات المؤتمر 17 للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي بعنوان الذكاء الاصطناعي والتعليم، التحديات والرهانات. المجال ده مهم جدا بالنسبة لنا، أولا بنتوسع في التعليم، ويمكن احنا استمعنا النهارده ان مش بس التعليم على مستوى التعليم الجامعي، يعني عندما نتكلم على التكنولوجيات الحديثه لابد ان مناهج التعليم ما قبل الجامعي يمكن من رياض الاطفال تشمل على هذا النوع من انواع التثقيف والتعليم لما له في خلال السنوات القليله القادمه من تغيير شامل في كل منظومات الحياه، يعني سيتغير شكل الحياه ويتغير شكل التعليم بهذه التكنولوجيات الحديثه، وبالتالي لابد ان نعد اجيال قادمه والاعتناء بالمتفوقين والنابغين في هذا المجال تحديدا. المستقبل يتطلب حقيقة الاهتمام بدرجة كبيرة بالتكنولوجيا، لذا يأتي هذا المؤتمر من أجل رفع مستوى الوعي في الدول العربية والعمل على تبادل مختلف الخبرات في الدول العربية بينها، وهذه فرصة واستضافة كريمة من جمهورية مصر. وعلى هامش فعاليات المؤتمر قام الوزير بتكريم الفائزين بجائزة معهد البحوث والدراسات العربية بعنوان جائزة الشباب العربية، لتكون الجائزة الأولى من نصيب فلسطين والثانية من نصيب مصر. التكريم اليوم كان دافع قوي وشجعني بزيادة إنه للأمام، بالرغم إنه عن الجائزة المادية كان هناك جائزة معنوية وتشجيع إلي وتشجيع للشباب في الوطن العربي وبأخص في هذا الإشي الشباب الفلسطيني. كما كان هناك معرض للذكاء الاصطناعي أقامته الوزارة مع بعض الشركات، والذي ضم 3 أجزاء رئيسية تتعلق بمبادرة إدرس في مصر وتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي سواء في الجامعات أو مجال الصناعة. أحمد غنيم، آخر النهار.